السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات لقاء خاص على قناة المغاربية في لندن. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد العماري، مدير شؤون الرئاسة في هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية. نحاول معه التطرق إلى واقع الإعلام والصحافة، واقع الناس في ليبيا، المجتمع المدني، وقراءة أيضا في المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، لنعطيكم أكثر معلومات حول هذا الواقع من رجل يعيش داخل هذا الواقع. أرحب بك أستاذ محمد العماري، مدير شؤون الرئاسة في هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية. هل تعطينا فقط تعريف حتى يعرف المشاهد المغاربي ما هي هذه الهيئة بالذات؟ هي هيئة دعم وتشجيع الصحافة، يعني أنشئت بعد الثورة، يعني ثورة 17 فبراير، كهيئة يعني من اسمها يعني لدعم وتشجيع الصحافة في ليبيا والنهوض بإعلام أو كصحافة جديدة. يعني طبعا معروف أن الصحافة من قبل كانت صحافة تتبع النظام السابق، يعني تخدم فرد، ولكن كهيئة طبعا الرؤية، رؤية هيئة دعم وتشجيع الصحافة أن يكون في إعلام حر ويخدم المجتمع، يخدم الناس. فقبلها كانت مؤسسة اللي هي مؤسسة الصحافة قبل الثورة، وبعد الثورة طبعا صارت كهيئة طبعا لخدمة الأصل فيها، طبعا خدمة المواطن أو وإيصال كرسالة، إيصال المعلومة الصحيحة، يعني كيف يعني بديمقراطية وبحيادية وشيء. لكن في الواقع لم يحدث ذلك، يعني شهدنا فوضى حتى في التلفزيونات، فوضى في الصحافة المكتوبة، لم يعني تضبطوا، والمبرر أن الواقع السياسي لم يستقر. يعني هل فعلا أثر الواقع السياسي على أداء الصحافة، على ديمقراطيتها، على أنها توصل المعلومة الصحيحة للمواطن؟ هو أكيد يعني أثر الواقع السياسي والصراع اللي موجود، يعني أثر. وأيضا ليس هناك يعني كوادر، يعني يوجد هناك كوادر، ويعني ولكن حتى الجانب، طبعا الجانب السياسي هو أثر حتى على الجانب المادي طبعا. يعني معروف أن ليبيا الآن يعني في تعتبر عندها ضائقة مالية لأسباب عدة، يعني السبب وهذا أيضا يؤثر حتى على معنويات الصحفي، يعني كيف حتى في إيصال البحث عن المعلومة وإيصالها يعني. ولكن رغم هذا يعني يوجد هناك عمل صحفي في ليبيا، يعني نقول على اللي موجود الآن أنه جيد. يعني مثلا تغطية يعني بعض الأحداث مثل الآن في سرت، يعني الحرب على داعش يعني مثلا، ففي تغطية جيدة لهذا، وغالبا يعني إلكترونيا، يعني الناس يعني إذا أرادت تستقي الأخبار وكذا يعني تتجه إلكترونيا اليوم. كانت بعض الكوادر في الخارج يعني نزلت إلى ليبيا، كوادر إعلامية أسماء أعرفها أنا، هل ساهمت في يعني على الأقل جودة أو أن تعطى للليبي مادة إعلامية جيدة؟ والله الإعلامية يعني لا أدري ماذا أقول لك، يعني هنالك مثلا قنوات، في هنالك كوادر يعني من رجعت من الخارج، لكن أنا أرى أن أكثر الكوادر اللي موجودة بالداخل داخل ليبيا هي يعني كصحافة مثلا، كصحفيين وكذا، يعني أرى بأن الكوادر موجودة بالداخل. أما قضية الاستقطاب، يعني تم الحديث في ليبيا عن استقطاب إعلامي سياسي مزدوج، يعني أن يستعمل الإعلامي تشويه الصورة لتشويه المعلومة من جهات، لأنه قرار غير موحد في ليبيا. يعني ما تسمعه ربما من تلفزيونات داعمة لحفتر غير ما تسمعه التلفزيونات في طرابلس، يعني كيف هو الواقع بالضبط؟ يعني
أكيد هذا نتيجة الصراع يعني. يعني مثلا أنت عندما تتكلم ذكرت حفتر يعني في المنطقة الشرقية، فالإعلام يعني إعلام ديكتاتوري يعني حقيقة يعني، عارف كيف؟ وإعلام يعني أحيانا يأتيك بصورة تضليل للرأي العام، عارف كيف؟ هذا مثل السابق يعني، مثل بأن الأشياء يعني غير واقعية يعني. أنت أنا كمواطن يعني أريد شيء واقعي يعني، أريد ما 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 يهمني يعني. عندما أنت تنقل لي خبر تضلل به الناس، فهو يعني خنت حتى أمانة المهنة يعني نفسها. فالموجود هذا باين يعني، هذا العجيب الغريب أنه باين، ولكن يبدو أن هناك دعم قوي من جهات خارجية لهذا الشق يعني. بينما بعض الإذاعات توجد يعني، بعض الإذاعات تجد يعني فيها الحيادية يعني، الحمد لله تجد أنهم يعني يريدون أن يكونوا حياديين وأن يوصلوا يعني حتى المهنية يعني، المهنية في العمل تجد أن في صدق. هل يعني أنتم في الهيئة وعندكم المشهد الإعلامي يعني المكتوب الإلكتروني والإذاعي والمرئي، ما دمنا احنا في ما زالت حالة ثورة في ليبيا يعني، ثورة لم تحقق أهدافها الكاملة، هل ما نسميه، ما زلنا نسميه إعلام ثورة، أم دخل إلى مرحلة إعلام الصراع وإعلام الاستقطاب؟ هو بالنسبة للهيئة تصحيح يعني لا يوجد عندنا إعلام مرئي في الهيئة، هيئة الصحافة يعني، يعني هو يعني عبارة عن إعلام ورقي القلم. ولكن يعني مثل ما قلت لك يعني، ان عندنا جرائد حتى إلكترونيا لقلة الإمكانيات يعني، يعني لم ما فيش هذاك العمل الإلكتروني الجيد، ولكن هي ورقية على قدر الإمكانيات، اللي هي طبعا صحيفة 17 فبراير، صحيفة الوقت هذه في طرابلس، صحيفة الساعة في طرابلس، صحيفة الناس في مصراتة، صحيفة فسانية اللي هي موجودة في سبها، وفي الأحوال بنغازي، ولكن أمر بنغازي الآن يعني أنت المشاكل الموجودة في بنغازي ما أستطيع يعني توقفت، وفي مجلات مثل مجلة الأمل، تعرف مجلة الأمل للأطفال، مجلة للمرأة، وأيضا فيه يعني. هل تخدم توجهات سياسية معينة؟ التوجهات يعني نحن نريد كصحافة نريد أن نكون حياديين يعني، حتى نسبي يعني، حتى الحياة في الصحافة ولكن نسبي يعني. نعم، ولكن عادة الصحافة الأداء الصحافي أو الإعلامي مرتبط برأس المال يعني، بمن يمول، بمن هي تابعة الدولة يعني، تابعة حقيقة هيئة دعم وتشجيع الصحافة، ليست جهة خاصة، ولكن الاتجاه طبعا الاتجاه أن هي مع ثورة 17 فبراير، ولكن إذا حتى ولو هنالك أخطاء يعني في يعني هيئة دعم وتشجيع الصحافة ليست لها أي توجه مثلا، عارف كيف؟ ولكن نحاول أن حتى المخطئ نقرر أنك مخطئ يعني، يعني لا يعني ليس هناك مثل السابق مثلا، أن الفرد أو النظام السابق يعني يشتغل، الصحافة تشتغل على إيش؟ على فرد يعني، إذا أنت خالفت أو كتبت أي مقال يعني يخالف كذا فأنت في مشكلة، عارف كيف؟ لكن الآن بالنسبة لهيئة دعم وتشجيع الصحافة نحاول أن نكون إيش يعني حياديين في هذا الأمر، حتى نقل الأخبار من المنطقة الشرقية فيها حيادية، الخبر إذا كان يكون إذا 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 يكون صحيح ينقل، خبر يعني مردوده يعني غير جيد على الناس او على الدولة يعني مثلا تحاول، او الامن القومي يعني بمسمى الامن القومي، فهذا يعني يستبعد لاسباب. ومع ذلك الاخبار من ليبيا تستقى دائما من الجهات الاجنبيه يعني، مراسلي الاجنبيين. لماذا هذه الصحف لم تصل الى قوه ان تصبح هي مصدر للاخبار يعني؟ هو أنا أعزه حقيقة يعني، لأن الوضع اللي موجود في ليبيا والصراع اللي موجود في ليبيا، أو حتى لعدم خبرة السياسيين أو السياسيين لأن هناك في مثلا هيئة دعم وتشجيع الصحافة، المؤتمر الوطني عنده جانب إعلامي
وزارة الإعلام مثلا، فتوجد إشكالية في التواصل حقيقة، يعني توجد إشكالية، فحاولنا أن نتواصل وكذا، ولكن نتيجة الصراع أو يعني ربما تكون أنت يعني عندما تغير مؤسسة، يعني تأتي إحنا نظام دولة، يعني عندما يأتي هنالك أناس لازالوا في يعني لازالوا في نفس أو بما يسمى الإدارة الوسطى، فهنا أو عدم خبرة القياديين، عدم خبرة القياديين ربما يؤدي إلى هذا التقصير. بالنسبة للتصنيفات في الصحف الليبية، يعني حتى نفهم يعني في المشهد، يعني مثلا في الجزائر أو في تونس تجد هناك صحف يسار، صحف فرنكوفونية، صحف اليمين، توجهات إيديولوجية وأيضا سياسية. كيف هو المشهد في ليبيا حتى يعني المشاهد المغاربي يكون عنده صورة عن الموضوع؟ بالنسبة يعني قبل الثورة مثل ما قلت لك التوجه واحد، يعني بعد الثورة يعني لم تعطى الفرصة حتى يعني شنو اللي حصل، ما الذي حصل؟ الذي حصل بعد الثورة هنالك كثير من الصحف خرجت، يعني العدد حوالي تقريبا ممكن 150 صحيفة حوالي، والمطبعة هذه هي الدعم وتشجيع الصحافة كانت لديها الأموال وكان يعني فيتوجد إمكانيات، فطبعت الكثير وخرجت الكثير، ولكن لم يبقى منها إلا القليل بل معظمها انهار، فكانت في توجهات، لكن التوجهات يعني بالنسبة كمجتمع ليبي، المجتمع الليبي يعتبر مجتمع محافظ، يعني مثلا نقول العلمانية، يعني ممكن يعني لا الناس لماذا؟ لأن 42 سنة هم في توجه واحد بالفعل، عرفت كيف؟ يعني ممنوع، حتى الشيوعيين كانوا في السجن زمان، يعني التوجهات الأخرى كانت مضطهدة، عرفت كيف؟ فالآن في ليبيا في حرية للكلمة، ولكن حرية للكلمة يعني مع احترام ثقافة المجتمع، احترام اللي هو الكلتشر اللي هو الثقافة طبعا، احترام الناس أنفسهم، لأن طبعا كمجتمعات محافظة فلا بد أنك أنت يعني تكون حر، ما فيش مشكلة، ولكن بما يناسب أو الفائدة التي تعود على الناس. هل أثر رأس المال على توجهات هذه الصحافة الفتية بعد الثورة؟ هي ليست فردية، هي ليست يعني لك أن تكتب يعني ما شئت، ولكن اكتب بما يفيد الناس، يعني إحنا الآن الأولى على السياسيين أو كذا، والصراع اللي موجود الآن يعني الأولى أن ينتبهوا إلى معاش الناس، لأن الآن توجد أزمة متفاقمة، يعني أزمة في المعاش اليومي للناس، فبعض الصحفيين يعني تفنن في هذا الأمر وبين يعني يعني خطورة الوضع، يعني يبين المواطن الليبي وما الذي يريده المواطن. هذا سؤال، يعني هذه نقطة مهمة جدا، وهي من بين الأسئلة الرئيسية التي دائما أرددها على كل ضيوف الليبيين. بالنسبة لكل الفضائيات الأجنبية أو الصحف الأجنبية التي تنقل الواقع الليبي، تنقل الواقع العسكري، الصراع السياسي، وتغيب المجتمع المدني والشعب، يعني وكأن ليبيا لا يوجد فيها شعب، يعني لا توجد هناك قراءات ودراسات على الواقع الليبي، واقع المعاش الليبي، كيف المواطن الليبي أو المرأة الليبية أو الطفل الليبي يقضي يومه، يعني سواء كان في الشرق أو في الغرب. مدى مساهمة هذه الصحافة الناشئة في أنه تقول أنه غير الصراع السياسي وغير صراع النخبة هناك شعب وهناك حركة حركية داخل المجتمع؟ فعلا صحيح صحيح، هذا طبعا بالنسبة للإعلام أو بعض الإذاعات، يعني مثلا الإذاعات أو الصحف الإلكترونية اللي الممولة من الخارج، يعني إحنا لا يخفي على الناس بأن يعني مثلا الممولة من الإمارات يعني أنفقت 70 مليون، حسب يعني 70 مليون حتى تفتح إذاعات موجهة إلى ليبيا، ولكن ليست يعني إذاعات يعني تزيد في هوة الصراع ده. نحن نريد أن نلم يعني فيه واقع إعلام ممول خارجي، فيه لا موجود، هذا بصراحة ويغذي الصراع، يعني ويغذي الصراع
يعني والعجيب انهم يعني ليبيين هم يعني هذا يعني فالمشكلة انهم حتى اذا تحدثوا عن المواطن وما يعانيه المواطن فهم يريدون بها شيء يعني لخدمة شخصية ما وليس يعني عكس صورة نعم ولكن الامور بدأت الامور تتضح يعني رغم اللي موجود لكن الامور شيئا فشيئا بدأت تنقشع يعني تتضح يعني من المسؤول وراء هذه الأشياء يعني فلكن الأولى الاهتمام بالمواطن الأولى الاهتمام بمعاش الناس هذه من البداية يعني هي أنت المشكلة هي عميقة يعني أنت يعني إذا أردت أن تحلل فالمشكلة عميقة من بداية الثورة يعني من بداية الثورة كانت هناك يعني مثل ما قلت لك في البداية أن عدم الخبرة والرؤية يعني مثلا المستقبلية أن الإنسان يعني المفروض يفكر خارج الصندوق يعني مثل ما يقول عارف كيف يعني حتى يدرك ما الذي ما هي تبعات التغيير الآن أن هنالك تبعات انظر الآن ماذا فالصراع الموجود الآن كله منعكس على المواطن على معاش المواطن وهذا هو ربما هذا استهدف عمدا لماذا حتى تحقق مآرب لضرب مجموعة ما أو لضرب الثورة لأن الثورة هذه ثورة شعب الشعب هو الذي يعني أنتوا في يعني في هذه الهيئة وتريدون لها الصحافة أن تعكس الواقع الليبي الحقيقي ما هي قراءتك الواقع الليبي يعني غير الشق السياسي يعني حركية المجتمع المدني هل هناك نقابات تتشكل هل هناك نقابة طلابية تتشكل نقابات عمالية هل هناك لجان أحياء تشكل لأنه كل هذه المعلومات مغيبة عن الرأي العام العالمي لأنه ما ينقله الإعلام الغربي أو العربي الخارجي يعني بصفة عامة هو واقع الصراع السياسي فقط والصراع العسكري صحيح. كيف هي خير تعطينا تعريفات يعني هو بالنسبة لل يعني أنت ذكرت مؤسسات المجتمع المدني يعني في البداية كانت هنالك مؤسسات وبكثرة يعني والمشكلة كان في اختراق يعني لأن أين هم الآن على أرض الواقع المواطن يعني مثلا يعني هنالك أزمة مالية هنالك أزمة من البنك المركزي مثلا لا تصرف إلا المرتبات مثلا هناك ربما هذه نظرة البنك المركزي يعرف ما يعني ما الذي سيحدث ربما عندهم خطة لكم سنة قادمة نحن لا ندري هذه ولكن كبداية مؤسسات المجتمع المدني لم تؤدي دورها بالفعل أنا هذا الذي أراه أمامي لأنهم غير موجودين الآن إلا قلة ما هي قراءتك يعني لماذا اختفوا يعني اختفوا لان هنالك يعني ان تدخل خارجي ايضا حتى في مؤسسات المجتمع المدني في البدايه يعني كانت بعض المؤسسات لديها ميزانيه ضخمه يعني من خارجي خارجي نعم لاعمال يعني مثلا لا يحضرني الان ولكن هذا الذي حصل يعني حتى في لإرباك المشهد يعني هم فعلا يعني عمل مظاهرات عمل كذا لإرباك المشهد يعني ليسوا بصادقين خلينا واقعين ليسوا بصادقين ما هي الأولى الذي يريد أن ينقذ البلاد أو الذي يريد أن يشتغل للبلاد لابد له من وضع خطته وأيضا لابد أن تري ما الذي ستفعله لكن هل هذا معقول في وضع سياسي اقتصادي غير مستقر وايضا وضع عسكري غير مستقر انت تعرف تاثير ما هو الذي ما يسمى يعني الكلاشينكوف على الاداء السياسي والاداء الاعلامي ايضا يعني الكلاشينكوف هذه يعني موجوده هي مش موجوده عرفت كيف لكن يعني ليست انا ارى ان بان ليبيا يعني المشكله اللي فيها ربما تجد يعني بالنسبة للتسلط يعني قصدك يعني أنت شو يعني ماذا قصدت بالكلاشينكوف يعني إن الكلاشينكوف فوق نعم تواجد يعني السلاح بهذه الكثرة وأنه سلاح في بعض المناطق الليبية هو الذي يحكم يعني وليس السياسي وليس المجتمع المدني يعني صحيح هذا صحيح هذا ولكن مؤسسات المجتمع المدني كانت في البداية كانت تستطيع أن تفعل الكثير
الآن ربما يعني ليس لها إلا الجانب الإغاثي. هل يعني يسمى حكم العقلية القبلية تحكم في مسار السياسة في ليبيا وأيضا الإعلام؟ يعني هل أثر في المشهد الإعلامي أيضا؟ هل أثر لحكم العقلية القبلية؟ نعم أكيد يعني، ولكن في بعض الأماكن بعض المشكلة الجانب التعصب القبلي هذا مشكلة، هو الذي يعني هذا الجانب يعني غذي من قبل من أطراف يعني أيضا نقول خارجية نعزها، لأن لا تنسى بأن أولى لليبيين أن ينسوا ما فات يعني حقيقة، يعني لأن الآن ما هو يعني لابد أن نستطيع أن ننقد ما يعني ندرك ما نستطيع إدراكه إنقاذه الآن. طيب الكثير كثير كثير ينتقدون هذا يعني هذا المنهج، أنه الطرف الخارجي أثر كثيرا في تأخر هذه الثورة. هناك حقيقة في هذا الأمر، لكن هناك فشل للنخبة الليبية في أنه تتفق على رأي موجود. الحقيقة موجود فشل صحيح. كيف يتعامل الإعلام مع هذه الحقيقة؟ يعني أنه سنوات الثورة ما زال الليبي يقتل الليبي، ما زال الاقتتال، وفشلت النخبة في أنه تنتج على الأقل خطة عمل وتوافق. أنا يعني نوهت إلى هذا قبل يومين في يعني في رسالة مصغرة، نوهت أن في فشل. الفشل من البداية، هنالك كانت إمكانيات وكانت من البداية يعني لم توضع خطة مثل ما قلت، ولكن ربما نتيجة تدخل خارجي أو نتيجة أطماع من بعض نقول بعض السياسيين، لأن الليبيين كلهم يعرفوا هذا، عرفت كيف؟ وأيضا التضليل الإعلامي يعني أنا فهذا كله يعني أثر، يعني تضليل إعلامي خارجي والاستعمال الإعلام الداخلي للتضليل أيضا كان من الداخل الآن من الخارج يعني بل من الداخل الآن يعني يوجد. فالإشكالية أن هي يعني أجندة لأطراف معينة لضرب طبعا لضرب الثورة أو لإفشالها. احنا خلينا تو من الثورة ما ثورة عن 17 فبراير، حتى أنا يعني نفسي أحيانا لما يتكلموا كثير عن 17 فبراير، هي مش كل شيء 17 فبراير. الآن أهمنا ليبيا والناس، يعني مفروض يجوا تعالوا إلى كلمة سواء. طيب هناك من تحدث، كانت هناك بعض المقالات على مسمى الإعلام المضاد للثورة وبعض القنوات المتابعة للقذافي، هل أثرت في تشويه الواقع الإعلامي والواقع السياسي أيضا في ليبيا؟ هل أثرت على المواطن الليبي يعني؟ الإعلام المضاد نعم. هو أكيد أثر. الإعلام يعني مؤثر جدا يعني أكيد يعني التضليل، ولكن الطرف الثاني يعني ما استطاعش أن يتعامل مع يعني في إعلام للثورة يعني مثلا في طرابلس في قنوات يعني قنوات جيدة يعني في قناة اجتماعية مثلا، في قنوات زي مثل يعني النبأ والتناصح، وفي أنا مش عارف يعني هذه القنوات لها عليها إقبال يعني من كيف ينظر يعني من خلال قراءتكم الإعلامية ومتابعتكم لما تكتبه الصحف وهي تنقل هذا الواقع الليبي، كيف ينظر المواطن الليبي الآن إلى الثورة متاعه يعني بعد كل هذه السنوات؟ بعض الناس صار لهم إحباط يعني البعض يعني هي البعض القلة يعني لا زالوا يعني يكافحون، عارفين يعني حتى يعني أدركوا بأن لابد من تغيير، يعني عندما تغير نظام لابد من عمل شيء، ولكن أدخلهم مما أدخلهم في صراع مع الطرف الآخر، والطرف الآخر هنالك تحالفات يعني حصل التحالف مما أدى يعني عقد يعني مسألة الصراع، ومع التدخل العربي بين قوسين طبعا هم يعني والخارجي ايضا يعني زاد عمق الفوضى شويه يعني. طبعا لكن الكل لكن كإحباط نعم. يعني يعني موجود لدى الناس، لانك انت يعني ما اشتغلت او الان اللي موجود الان معاش الناس تضرر، فعندما يتضرر معاش الناس هنالك يكون، وهناك من أصبح يقول نعم. أنه لو نرجع لحد القذافي موجود هذا يعني كلمة هذه لو. ما تفيدش هي ما تفيدش. أنا أعطيني الآن شنو اللي بنديره الآن يعني مثلا
الأولى أن السياسيين لو فكروا، أو حتى بعض منهم يعني لو فكروا من البداية، لو وضعوا خطة حتى لو حصل شيء للنفط، يعني أنا ممكن يعني نستغنى عن النفط، لأن الآن كل جل الليبيين عندهم النفط، هو في دول ما عندهاش نفط ولكن القوة الاقتصادية بتاعها يعني قوية، مثل يعني مثلا تركيا، يعني حتى بريطانيا يعني النفط في الشمال، يعني وممكن معروف مكان. هل تنقل هذه الصحف مؤشرات لتحرك مجتمعي حتى ينتج ربما قوة غير قوة تقليدية هذه اللي فشلت خلال 5 سنوات؟ يعني هل تعتقد أنه هذا المجتمع الليبي قادر أنه ينتج قوة أخرى ربما تحرك، يعني تلقى حل لهذه الإشكالية؟ الحل في الإشكالية هذه هو الاتفاق. أنا يعني الاتفاق أنت دائما لكن هذه النخبة اللي تحكي عليها أنت هي تورطت في تحالفات خارجية، ومن الصعب أنه تروح للتوافق. هل ممكن تكون هناك قوة ثالثة ينتجها هذا المجتمع؟ هذا مش قصدي. يعني القوة الثالثة هي تأتي مع التجارب. يعني أنت يعني لما تجي تشوف يعني سنين الثورة الأولى هنالك كانت نخبة، الآن يعني غالبا أزيحت أو أزاحوا أنفسهم، بعض منهم يعني في اللي حتى يعني بعض منهم خرج ليبيا. الآن الأحداث هي من تعلم، يعني هي من ربما تفرز أو يعني أو تجعل الساسة يدركون بأن هذا المسار غير صحيح، فلا بد من مسلك آخر أو لابد من تصحيح المسار. هل هناك مؤشرات لهذا المسار؟ المؤشرات موجودة. هي أنت يعني عندما تحدثت عن المجتمع المدني أو في البداية هنالك في يعني في القطاعات، يعني تجد أن الليبيين يعني كثير منهم نشط. يعني يأتيك بأفكار أحيانا يعني أنت تنبهر، وتجد يعني هنالك طاقة إيجابية عندهم رغم المؤسسات وكذا، في عدة جوانب. هل هناك كتابات بهذا الشكل؟ يعني هل هناك من يكتب الصحافة بهذا الشكل؟ يعني نخبة تكتب أنه يجب إنتاج هذه الطاقة الثالثة؟ موجود، ولكن الصحافة غير انتشارها غير يعني مش مثل السابق. الإمكانيات وثانيا يعني مش مثل السابق، ولكن التعويل الآن الأولى أن يكون إلكترونيا، ونحن طبعا هي الدعم تجاه الصحافة رغم قلة الإمكانيات إلكترونيا ما عندناش أي نشاط إلكترونيا. نسعى أن نطور الجانب الإلكتروني، وأيضا الإعلام المرئي هو المهم. العمل يعني حتى ولكن الاتفاق، أنا قلت يعني عندما قلت الاتفاق أعني في المنطقة الغربية. الاتفاق مع أولئك لن يكون، يعني يبدو أنه الأمر متأزم. يعني ما بين مثل قبل يومين البرلمان وبالأمس يعني صوت على عدم قبوله لحكومة يعني الوفاق. يعني يسمع مصطلحات كالمناطق، يعني حتى الإعلام ظهر أنه في إعلام مناطقي، يعني هو إعلام منطقة حفتر على طبرق على أكيد ربما إعلام تنظيم الدولة. إعلام تنظيم الدولة ليس عندهم إعلام في ليبيا، يعني وتنظيم الدولة هذا شيء ثاني. يعني الحمد لله أن تنظيم الدولة أول هزيمة لتنظيم الدولة في ليبيا. هزموا في درنة، أبطال درنة وبأهلها طبعا، توار درنة أخرجوا هذا التنظيم، ورغم هذا أنهم يعني تعرضوا للقصف. التنظيم موجود هنا والقصف ينزل على يعني الأمر مريب. هزموا في المنطقة الغربية صبراتة قبل سرت، والآن في سرت يعني ربما تحسم اليوم أو غدا المعركة، يعني بتدخلات أمريكية. يعني لا ليس هنالك تدخلات. كان هناك قصف، كان هناك قصف مطلب من الحكومة الوفاق. نعم، وتم القصف، يعني حتى أمس تم قصف مواقع للتنظيم في سرت. صحيح، وتم تم القصف، لكن مؤخرا، تأخر كثير. لكن التقدم على الأرض، هنالك شهداء وأبلوا بلاء حسن، شباب ليبيين، شباب الثورة، وقتل منهم حوالي 400، وبعدها تدخل القصف.
نعم، انا عندي محورين يعني اخيرين في هذه الحلقه. اولا تاثير اعلام الجوار، لا اقصد الدولي، يعني اقصد الجيران في الشرق والغرب، على واقع يعني الواقع السياسي في ليبيا. كيف تقييمكم انتم يعني وانتم تحاوروا كصحفيين وكمسؤولين على قطاع الصحافه في ليبيا؟ والله هو التاثير، هنالك تاثير يعني بالنسبه للاعلام من دول الجوار. يعني ماذا تقصد بدول الجوار؟ اذا يعني مصر، مصر، الجزائر، تونس. مصر، والله بالنسبه لتونس والجزائر، و يعني هنالك ايجابيه يعني من يعني بالذات انا لا يعني هذا حقيقي يعني ارى ان حكومة الجزائر يعني يهمها الاستقرار في ليبيا، بالذات المنطقه الغربيه. المنطقه الغربيه أكثر التعداد السكاني والقبائل الموجودة في المنطقة الغربية. ورغم هذا يعني إذا وضعت إذا تصورت المشهد يعني تصور أو إذا رأيت المشهد في المنطقة الغربية رغم انتشار السلاح ورغم ولكن الحياة لولا قلة السيولة الحياة بين الناس جيدة. يعني حتى أن أذكر أحد الإخوة العرب الأردنيين نزل إلى ليبيا فالتقيت به فانبهر. يعني قال السلاح منتشر عند الليبيين في كل مكان وفي كل بيت، وأتجول في طرابلس وكأن يعني الدولة يعني كأنها الأمن يعني الأمن. أنا نفسي يعني أحيانا الساعة 2 في الليل ممكن نرجع إلى البيت وكذا بدون إنسان مدني، عرفت كيف؟ فلا أرى شيء. يعني أنت تعتقد الجريمة الإعلام الدولي والذي أثر وليس الإعلام الجوار؟ نعم، يعني بل عندنا يعني ضيوف أتوا لنا للصحافة من بريطانيا ومن سويسرا ومن فرنسا، صحفيين جاءوا إلى طرابلس ورأوا المشهد بعينهم، فبعض منهم استغرب. يعني لكن الإعلام الدولي نعم يضخم يضخم. يعني حديثكم أنتم في النخبة وكنخبة إعلامية في ليبيا لما تلتقون يعني في العاصمة، كيف تتصورون يعني سؤالي الأخير يعني كيف تتصورون فعلا الخروج من الأزمة؟ يعني هذا السؤال موجه للإعلاميين. أنا يعني عبارة عن إداري في هيئة الدعم وتشجيع الصحافة، ولكن لي علاقة طبعا يعني اكيد بالصحفيين في نعم. والله التصور يعني لابد تصور الكل يتمنى ان يجلس الساسه على طاوله واحده ويتفق ويسعى الى بناء ليبيا، ولكن انا ارى يعني من خلال قراءتي للمشهد وسان اطلاعي حتى على التاريخ وكذا لابد من حسم الأمر. يعني بالذات الآن في المنطقة الغربية يعني لابد من ترتيب البيت. يعني على الثوار أو على الساسة أن يرتبوا بيتهم وأن يتفقوا. يعني توحيد المجالس العسكرية مثلا، توحيد المجالس العسكرية تنطوي كلها تحت رئاسة أركان أو رئاسة الوزراء حقيقي. يعني كل التشكيلات، لان الان في بعض التشكيلات يعني تتخذ في قرارات وهناك اجتماع يعني في تونس ممكن الاسبوع المقبل مشان هذا الامر يعني ربما لجمع هذه المجالس العسكرية. هي كثرة الاجتماعات يعني ما بين الساسة وما بين يعني هو الاجتماع كان جيد يعني خطوة جيدة، ولكن يعني ما هو يعني بالنسبة لل كاجتماع يعني لا نعلم ما الذي حصل في الاجتماع. لكن يبدو الحديث عن المنطقة الغربية، ماذا عن المنطقة الشرقية؟ كيف تصور الحل يعني الحل؟ المنطقة الشرقية الوضع صعب يعني بالنسبة لبنغازي. بنغازي دمرت يعني عندما ترى الصور، بنغازي تعتبر مدينة تاريخية ومدينة يعني تعتبر بس الذي حصل فيها منذ الآن أكثر من سنتين. لكن نحن نتحدث عن ليبيا، يعني الثورة قامت من أجل ليبيا الديمقراطية الموحدة وليست صحيح من أجل المنطقة الغربية يعني في النهاية. هي احنا احنا يعني ليس عندنا المنطقة الشرقية، ليبيا كلها موحدة. كل هذه توابت يعني لا تنازل. هل الحسم في المنطقة الشرقية يعني في نظر بعض الليبيين أنه يجب أن يكون حسم عسكري أم
بالحوار والبحث عن التوافق؟ هو الأولى يعني شيء واحد، إذا أردت أن حفتر يطلع من المشهد، أن حفتر أزم المشهد حقيقة، يعني لأنك أنت لو تدري الأرقام أو التوار، وهم لا زال التوار يعني الذين يواجهون، يعني ليس هم قلة، ولكن لم يستطع أن يفعل أي شيء. والشيء الآخر الذي أزم الأمر الآن دخول فرنسا، يعني دخول فرنسا على في المشهد الليبي، وبالذات يعني وقوفها مع حفتر، يعني الدولة ديمقراطية مثل فرنسا، أن يعني الأولى أنها تدخلت بشكل لاستقرار الأمر في ليبيا. دخول فرنسا، دخول طبعا تدخل مصر ومعروف، تدخل الإمارات. لكن هناك مؤشرات قوية على ربما التململ الغربي من حفتر، أنه لم يحقق الأهداف التي جاء من أجلها. هل سيستغل المجلس الحكومة يعني هذه المؤشرات لفعل شيء معين؟ يعني ليس هناك شيء واضح، ليس هناك شيء واضح، بل أرادوا أن ينقلوا يعني تجربة حفتر إلى المنطقة الغربية، فشلوا في فشل يعني في البداية. أريد أن أختم معك يعني في هذا المحور بسؤال فرعي. هل هناك وعي عند الساسة الليبيين بقوة السلطة الرابعة، يعني قوة الصحافة، أم إعلام هنا يعني إعلام كله يعني، أم هناك عقلية الحسم العسكري وفقط يعني، وعدم استغلال هم الصحافة كسلطة؟ يعني أنا أقول لك يعني بالنسبة للساسة وكثير من الليبيين لا يريدون الحسم العسكري، وإلا لو وجدت المنطقة يعني بالذات المنطقة الغربية كانت يعني حروب فيما بينها، يعني هم لا يريدون هذا، عرفتي. وأنا أقول كلمة بأن المشهد الليبي يعني ممكن يحتاج إلى حلقات، يعني أنك أنت تأخذ الجانب الاجتماعي والجانب السياسي والجانب كذا، لأنه هو مهم جدا، يعني حتى بالنسبة للمنطقة العربية أو شمال أفريقيا أو للجانب المغاربي مهم جدا استقرار ليبيا، استقرار المنطقة، لأن نحن هذا الذي نعول عليه، وهذا ما نريد، أن تستقر البلد بقلة عدد سكانها، بحجمها، بكثرة مواردها. أنا متأكد يعني هذا هو السبيل، وهذا هو الخطاب الذي تريدونه. يعني احنا طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني بالنسبه للليبيين واكثر الليبيين والتوار كثير منهم يعني لا يريدون الحسم العسكري، ولكن اضطروا، هم مضطرون، ولذلك تجد التنظيم الان يعني في قتالهم لاي، مثلا في عمليه فجر ليبيا او في اي، تجد هنالك تنظيم، لكن الذي يشتغل عشوائيا ويشتغل ليربك المشهد أو لإثارة الفتنة يعني معروفين، إما من الجنوب من جهة القبائل المستعمرة المرتزقة أو حفتر. يعني هذا الواقع، قضية أنه مستبعد الحزم السياسي وإعطاء فرصة لتوافق الحوار، هل هذا هو الخطاب الذي تعتمدونه أنتم في هذه الهيئة وتروجون له؟ يعني كيف بالضبط يعني؟ يعني بالنسبة للصحافة، هل هي هذه الصحافة يعني تروج لهذا الخطاب اللي هو السياسي؟ نعم. يعني عدم الحسم العسكري. نعم. وعدم. نعم. اكيد. احنا حتى يعني انا يعني حتى في الهيئه يعني الحمد لله يعني نسيج من كل مكونات ليبيا، من نسيج المنطقه الشرقيه، من حتى القبائل التي عندها مشاكل موجودين، بل مدراء يعني من القبائل التي يعني مش بقول لك يعني فالحمد لله، فليس التوجه غير. نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد العماني، مدير شؤون الرئاسة في هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية، على هذا الحضور الطيب معي في هذا اللقاء، لقاء خاص، ولو أن جاء مفاجئ يعني، فالواحد مش مستعد، ولكن الحمد لكن المعلومات التي أعطيت تهم المشاهد وخاصة الإعلاميين في المنطقة المغاربية حول والله يهمنا. نعم. المواطن المغاربي يهمنا. نعم. كثير حقيقة يعني. أشكرك مرة أخرى مشاهدي الأعزاء، أشكركم على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة من هذا البرنامج، إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.